محمد الباسم. يمكن من دقائق قليلة نتيجة الجولة الثانية في انتخابات اليونسكو كانت كالتالي: المرشح القطري حصل على 20 صوت، المرشحة الفرنسية لا تزال على الأصوات اللي حصلت عليها في الجولة الأولى ب 13 صوت، والمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب حصلت على 12 صوت. بكده يبقى تقريبا الأذربيجان، لما مرشح أذربيجان لما انسحب وهو كان واخد صوتين، فتقريبا كده الصوتين راح، واحد راح لقطر وواحد راح لمصر، لأنه امبارح كان المرشح القطري حقق 19 صوت والمرشحة المصرية حققت 11، النهاردة هو بقى 20 والمشيرة خطاب بقت 12 صوت. المسألة مش مسألة انتخابات وتصويت، او بالادق يعني لسنا امام انتخابات نزيهة، رغم ان انتخابات اليونسكو اللي هي المؤسسة المسؤولة عن الحفاظ على تراث الانسانية، منظمة العلوم والثقافة، مفروض الانتخابات بتاعتها تبقى هي الاكثر نزاهة والاكثر شفافية، لكن هذا قدرنا وقدر العالم الحقيقة. يعني لما يكون فيه كيان مشوه وشرير ويعاني من عقد نفسية كتير جدا ويكون لديه المال، فبيحدث في العالم كل هذا الصخب وكل هذه الشرور.